بسم الله الرحمن الرحيم. حل الامتحان التجريبي بتاع شهر مايو بتاع الديناميكا. السؤال الأول: Particle move in a straight line through its position. فيكتور مديني ال x equal cosine t وبيسأل بيقول then body passes through the origin point for the first time after time mark. passes through the origin لما قيمة ال x تكون equal 0، بيعدي على ال origin point، وبالتالي كوزين تي هتكون ايكوال 0 لما تي هتكون ايكوال 90 او 270. هو بيقول تو ذا فيرست تايم، تو ذا فيرست تايم يبقى انا هختار 90، الاجابه اللي هي باي على 2. السؤال الثاني: مديني جرافات، اربع جرافات، وبيقول about the constant mass is projected upward with a certain velocity. The graph represents the relation between magnitude of the momentum of the body h and the time t. Body is projected upward. Projected upward. Body بيطلع لفوق. كل ما بيطلع سرعته بتقل 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 لحد ما بيوصل ل v final equal 0، وبعد كده سرعته تبتدي تزيد تاني. إذا هو طالع سرعته بتقل وبعد كده سرعته بتزيد، بيحصل لها الأول decrease وبعد كده بيحصل لها increase. إذا أنا عايز جراف يكون فيه الفيلوستي بيحصل له increase وبعد كده decrease، أو decrease sorry وبعد كده increase، وبالتالي المومنتم ال h المفروض تكون equal m في v. فأنا عايز الأول المومنتم في الرحلة الأولى تكون decrease وبعد كده increase. طب ده موجود فين؟ decrease وبعد كده increase موجود في الجراف التاني وموجود في الجراف التالت. اذا انا ما بين الجراف التاني والجراف التالت عشان اللي بيحصل فيه decrease وبعد كده increase. طب هو التاني ولا التالت؟ علاقة ما بين h و t، ماشي، هل هي inverse relation ولا عبارة هل هي constant او بتزيد بمعدل ثابت ولا متغير حسب الاكسلريشن اللي موجوده؟ الاكسلريشن ثابته ايكوال 9.8، وبالتالي ما دام الاكسلريشن ثابته في حركه البادي والماس المفروض ثابته، الماس كمان ايكوال كونستانت، ماشي، فالمفروض ان تبقى ال اتش تكون بنعبر عنها بحاجه ثابته اللي هو النمبر سي، ما بتكونش بتحصل عندها variation. ال h equal integrate ال a او ال m في integrate ال a او ال m في ال v، فال v هنا بتزيد بمعدل ثابت وتقل بمعدل ثابت عشان ال acceleration هنا constant اللي هي negative 9.8 المفروض يعني، وبالتالي الإجابة الصح هتبقى الإجابة number c. السؤال الثالث: برضو مدينا ريليشن رسمة، علاقة ما بين الاس والتي، وبيقول عايز اللي تشينج اوف مومنتم، عايز الدلتا اتش. الدلتا اتش المفروض اللي هي ام في داش ماينس في، ده القانون بتاعنا. طيب العلاقة ما بين الاس والتي هنا الفي عبارة عن دي اس باي دي تي، يعني الفي عبارة عن السلوب، السلوب هنا ايكوال 3 وبالتالي ال v equal 3، وهنا ال v constant ما بتتغيرش لان السلوب هنا constant ما بتتغيرش، وبالتالي ال v داش هتكون equal 3 وكمان ال v هتكون equal 3، ال v ثابته ما بتتغيرش، وبالتالي الدلتا اتش كده لو انا جيت اعوض هتطلع equal 0 لان ال v داش equal ال v. السؤال اللي بعده: السؤال الرابع، particle move in straight line momentum change by the rate 2t، الدلتا h equal 2t then the magnitude of the impulse during the 10th second، الimpulse equal الدلتا t مفروض،
المومنتم تشينج ات ذا ريت، سوري مش المومنتم تشينج ات ذا ريت، سوري يعني كده هو مدينا دي اتش باي دي تي ايكوال ان تي. وبالتالي انا عايز اجيب الامبلس، الامبلس ايكوال يا اما اف في تي يا اما انتجريت اف دي تي. طب انتجريت اف دي تي، الاف هي دي اتش باي دي تي، يبقى انا اقدر اقول ان الاف اللي هي دي اتش باي دي تي في دي تي، دي تي هتتشال، يبقى بقت انتجريت دي اتش اللي هي 2 تي من هو عايز في 10 سكند، في 10 سكند يعني من 9 ل 10، وبالتالي دي هتبقى تي سكوير من 9 ل 10، او بالكالكوليتر على طول يعني هتطلع 100 ماينس 81، فهتطلع الاجابه ايكوال 90. السؤال اللي بعده، اوبزيت فيجر ريليشن ما بين الاي والتي، وهو عايز الامبلس من 0 لتي، الامبلس من 0 لتي. الامبلس زي ما قلنا هي انتجريت اف دي تي او ايكوال الاريا اندر ذا كيرف، يعني ايكوال الاريا هو ايكوال انتجريت اف دي تي، اف ايكوال ام اي لو المس ثابته، المسة بتاع عندي 2 يبقى F equal 2A، يبقى أنا أقدر أقول integrate 2A dt، ال 2 هتطلع بره integrate A dt. integrate A dt من الرسم عشان دي علاقة ما بين ال A وما بين ال T، يبقى هي equal ال area، يبقى هي equal to ال area أو double ال area، وبالتالي الإجابة هتبقى equal number 1. السؤال اللي بعده، force of magnitude 7.5 acts upon a body moving in a straight line. The velocity of the body at a certain moment equals 36. مديني ال F بس هنا مش قايل اتجاهها عامل ازاي، مديني النورم بتاعها بس 7.5، مش قايل هي في انهي اتجاه. ال body بيتحرك with velocity equal 36 km per hour، يعني 5 على 18 هتطلع equal 10. وعايز الباور، الباور المفروض equal ال F دوت ال V، يعني نورمال F في نورمال V في كوزين الانجل ما بينهم، لان ما اعرفش اتجاه ال F فين، ال F هنا ما قالش ان هي هوريزونتال فورس. نورمال F اللي هو مديها لي 7.5 كيلو جرام دوت ويت، يعني هضرب في 9.8، 7.5 في 9.8 في ال V اللي هي ايكوال 10 في كوزين سيتا. الإجابة لو أنا جيت أشوف دي هتطلع equal 735 كوزين سيتا. كوزين سيتا، لا سيتا هنا بتتغير من 0 لحد 90، بتتغير أقل قيمة ليها من 0 عشان تطلع horizontal، وأعلى قيمة ليها تبقى 90 لما تكون perpendicular. وبالتالي قيمة الباور هيتراوح ما بين، لو سيتا بزيرو كوزين زيرو هتطلع equal 735 ماشي، وكل ما هتزيد لحد 90 الباور هيكون ايكوال 0. اذا الباور بيلونج تو انترفال من اول 0 لحد 735، اذا مستحيل يزيد عن 735. اذا كل الاجابات صح ما عدا الاجابه اللي هتطلع اكبر من 735 اللي هي ايكوال 80، لما احولها للكيلو جرام دوت ويت هتطلع اللي هي ايكوال 80. السؤال اللي بعده، السؤال السابع، body move vertically downward with acceleration، مديني ال acceleration equal 1 meter per second square under action of a force acting vertically upward في F فوق، طبعا المفروض في ام جي تحت وR لتحت، الR equal
10 نيوتن. اف اللي موجودة equal 10 كيلوغرام دوت ويت اللي هي في 9.8. عايز الماس، المفروض طبعا البادي بيتحرك داون وورد ماشي لتحت، وبالتالي المفروض ال ام جي الار كده تبقى لفوق عكس الحركة مش لتحت، الار هتبقى لفوق عكس الحركة لان هو بيتحرك لتحت، وبالتالي ام جي ماينس اف ماينس ار ايكوال ام اي. ام جي الماس كان ام في 9.8، الاف 10 في 9.8، الار 10، الماس في الاكسلريشن اللي هو المفروض ايكوال 1. بقت ايكويشن فيها مجهول واحد بس، هنجيب كلمه مين؟ كلمه الام من الوقت اللي موجود. السؤال اللي بعده، السؤال الثاني، بارتكل موف في سكوير، في سكوير بلس اكس سكوير ايكوال 25، وعايز علاقه مع الاكسلريشن. طبعا لو عملت ديريفاتيف ويز ريسبكت تو اكس، 2 في دي في باي دي اكس، دي هتبقى 2 اكس ايكوال 0، وتتشال مع 2 في دي في باي دي اكس اللي هي الاي، الاي بلس الاكس ايكوال 0، يعني الاي ايكوال نيجاتيف الاكس، يعني الاي سكوير ايكوال اكس سكوير، فاقدر اشيل الاكس سكوير واحط مكانها اي سكوير بالتعويض، تبقى في سكوير بلس اي سكوير ايكوال 25. السؤال اللي بعده، سؤال نمبر 9، العلاقة ما بين ال V وال S، velocity و displacement. هو عايز ال acceleration، acceleration لما تبقى معايا velocity و displacement V dV by dx أو V dV by dS. أنا عشان أجيب ال acceleration محتاج ال V ومحتاج ال dV by dS أو by dx. ال dV باي دي اكس هي السلوب، وبالتالي انا اقدر اجيب السلوب. انا معايا 2 بوينت، واحده بوينت هنا اللي هي تعتبر 50 و0، وواحده بوينت على الواي اكسس اللي تعتبر 0 و20. فهعمل واي 2 ماينس واي 1 تبقى 20 ماينس 0 على 0 ماينس 50، هتطلع عن نيجاتيف 2 على 5. ده السلوب. يبقى المفروض ان الاي ده ايكوال الفي، قيمه الفي في الدي في باي دي اكس نيجاتيف 2 على، قيمة ال V equal كام؟ هو بيقول لما ال displacement vanish، لما ال displacement vanish يعني when ال S equal 0 ال velocity كانت equal 20، يبقى انا هعوض عن ال V ب 20، يبقى بقيت ال A equal، هعوض عن ال V ب 20 في negative 2 على 5، تطلع الإجابة equal negative 8. Body move or body in constant mass fell down from height to horizontal down. Impulsive force generated F vary ما. طبعا ال impulse equal ال F في T، وبالتالي لما ال impulse تكون constant ال V أو ال F هتبقى vary ما 1 على T inverse relation، كل ما ال F تزيد ال T تقل أو العكس ال T تزيد ال F تقل، تبقى ال F vary مع 1 على T. السؤال اللي بعده، سؤال نمبر 11، علاقة ما بين ال F وال X، وعايز ال work. ال work لما الاف تكون بتتغير
الورك equal integrate FDS من S1 ل S2 أو equal الأريا. طيب أنا اللي هو بيقول أنا عايز الورك يطلع نيجاتيف 148. طيب اللي موجود عندي فوق دوت في الرسمة من نيجاتيف 35 في الأريا بتاع الترينج اللي فوق دوت من نيجاتيف 35 فوق 8 يعني البيز ب 8 والهايت ب 8، إذا الأريا دي equal 32 half البيز اللي هي ب 8 في الهايت اللي هو ب 8 equal 32. أنا عايز الإجابة إن الورك تطلع نيجاتيف 148. أنا معايا 32 بلس أريا المفروض أوف ترينجل تطلع نيجاتيف 148، إذا المفروض الأريا بتاع الترينجل يطلع نيجاتيف 180. فين الترينجل ده؟ موجود تحت هنا في الجزء دوت، المفروض يبقى معايا أريا أوف ترينجل هنا إيكوال 180 بس بالإيه؟ بالنيجاتيف. اجيب ازاي الاريا دوت؟ الطريقه الاسهل بالنسبه لنا الترينجل ده المفروض هيبقى مكانه تحت هنا، دي بوينت كانت 5 ودي بوينت كانت 8، انا بعيد نفس الرسمه اللي فوق تاني، انا هفرض المسافه دي ان والمسافه دي ان، انا مش عارف الاريا اوف ترينجل، المفروض ان هي هاف تايم البيز تايم الهايت ايكوال تطلع نيجاتيف 180 او خلاص النيجاتيف عشان هي موجوده تحت تبقى بوزيتيف، يعني الان في الان ايكوال 60. طيب ايه العلاقه ما بين الام والان؟ اقدر اجيبها عن طريق الانجل سيتا، الانجل سيتا دي قد الانجل سيتا دي، تان سيتا ايكوال 8 على 5 في الترينجل الثاني وان على ان في الترينجل الاولاني، اذا اقدر اشيل الام واحط ام او العكس، الان ايكوال 8 ام على 5 يبقى 8 ام على 5 في ام كمان ايكوال 760، فاقدر اجيب قيمه الام. الام هتطلع equal 760 هقسمها divided 8 over 5 للكالكوليتر 760 divided 8 725 ام هتطلع equal 50. ام المسافة دي 15 يبقى البوينت دي المفروض تكون equal 20، إذا المفروض الإجابة تكون إيكوال 20، خلي بالنا الإم طول السايد دوت، أنا واقف هنا عند 5 وطول السايد 15، يبقى نهاية النقطة دي المفروض تكون عند بوينت 20. السؤال اللي بعده، السؤال نمبر 12، عايز الباور بروبورشنال ويز، الباور المفروض إيكوال إف في في. بيتكلم على إن أنا معايا كونستانت أكسلريشن وكونستانت ماس، المفروض الإف إيكوال إم إيه. إف إيكوال إم إيه والاتنين كونستانت يبقى الباور بقت إيكوال إم إيه في في. دول كلهم الإم والإيه كونستانت. الفي إيكوال في نود بلس الإيه في التي. الفي نود بزيرو لأن هو بدأ من الريست، يبقى الفي إيكوال الإيه في التي. لما أعوض كمان هنا يبقى الباور بقى إيكوال إم في إيه وأشيل الـ V وأحط الـ A في T، يعني الباور بقى إم A سكوير في T. قيمة الباور بروبورشنال مع التايم لأن الـ M A سكوير دوت عبارة عن كونستانت، إذا هو فاري مع الـ T. طب لو طلب إن هو فاري مع الـ S مع الـ distance، لو كان طالب الإجابات الأربعة دول كان واحدة S واحدة روت S واحدة S روت S واحدة S سكوير، كنا هنفترض هنا إجابة، كنا بدل ما هنعوض هنا كده كنا هنقول V سكوير إيكوال V نود سكوير بلس 2AS دي نود بزيرو، فالـ V كانت إيكوال 2 روت 2AS تحت الروت، فلما كنا هنعوض بيها في قانون الباور كان الباور هيكون إيكوال MA في روت 2AS، فالمفروض كده الباور هيبقى فيري مع روت S، ده هو كان طلب دي طبعا على الاس كنا هنجاوبها الاجابه دي. السؤال اللي بعده نمبر 13، في ايكوال في سكوير ايكوال لين اكس، هنعمل ديريفيتيف تو في دي في على دي اكس ايكوال 1 على اكس، في دي في على دي اكس ده الاكسلريشن تبقى 2 اكسلريشن ايكوال 1 على x تبقى 2 a x equal 1 وتبقى الإجابة نمبر 1. السؤال اللي بعده
ادي اي و بي كل واحدة منهم equal m نفس الماس moving in straight line الأولى بسرعة 8 والثانية at rest collide elastic collision. ده تعريف الإلاستيك كوليجن، سؤال مباشر جدا على حسب التعريف. إذا تساوى الاثنين ماسز، وهو هنا الماسز إيكوال قد بعض، فلو هما خبطوا إلاستيك كوليجن اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن البادي الأولاني كان سرعته 8، البادي الثاني كان ثابت. في الإلاستيك كوليجن ما دام الماسز إيكوال، اللي بيحصل إن البادي الأولاني بياخد سرعة الثاني والبادي الثاني بياخد سرعة الأولاني، يعني البادي الأولاني هيثبت والبادي الثاني هيتحرك بسرعة إيه. طب هو بيسأل على السرعة بتاع البادي إيه، يبقى السرعة بتاع البادي إيه هتكون إيكوال زيرو. ده في الإلاستيك كوليجن. الإلاستيك كوليجن تعريفه إن مفيش لوز إن كاينيتيك إنرجي، كاينيتيك إنرجي بتكون ثابتة قبل وبعد الكوليجن، وبالتالي إذا تساوى الماس السرعات بتبدل مع بعض، البادي الثاني بياخد سرعة البادي الأول والبادي الأول بياخد سرعة البادي الثاني. السؤال اللي بعده، تو بادي في الحالة الأولانية ماشيين في ستريت لاين، اتحركوا الاثنين لو هما ان اوبوزيت دايركشن بيتحركوا بسرعة 2 as one body، والحالة الثانية بيتحركوا بسرعة 2 لو كانوا in same direction. انا هفرض ده الدايركشن البوستيف، يبقى ان 1 في 1 بلس ان 2 في 2، دي هتبقى بالماينس عشان هما في عكس الاتجاه في الحالة الأولى، فدي هنا هتبقى بالماينس equal m1 plus m2 في v داش بتاعتهم اللي هي هو بيقول لي هنا ب2. طب الاثنين of the same mass، يعني m1 زي m2، فبقت mv1 minus mv2 equal to m في 2، الام هتتشال من كله وبالتالي هتبقى v1 minus v2 equal 4. ده الايكويشن نمبر 1. الايكويشن نمبر 2 هما الاثنين ماشيين في نفس الدايركشن الاتجاه البوستر، وتبقى ان 1 في 1 بلس ان 2 في 2 ايكوال ان 1 بلس ان 2 في في كومن هنا اللي هي ايكوال 10. الاثنين مزرع بعض تبقى ان في 1 بلس ان في 2 ايكوال 2 ام مضروبه في 10، يعني بقت ام في 1 بلس ام في 2 equal 20m، شيل الامات تبقى v1 plus v2 equal 20. تو equation هنحلهم مع بعض، هطلع لي قيمة v1 وقيمة v2. v1 هتطلع equal ادي 24 على 2 هتطلع ب 12، وv2 هتطلع هو عايز v1 divided v2 12 على 8 equal 3 على 2. السؤال اللي بعده، نمبر 16 بيدينا برضه رسمتين وعايز يعرف الفيلوستي. الرسمه بين الاس، طب الرسمه الاولى دي رسمه الاس، الاس كده مرسومه فوق الاكس اكسس، فتبقى الاس بوستيف في الرسمه الاولى، الاس بوستيف عشان فوق الاكس اكسس. طب الفيلوستي، الفيلوستي هنا عشان هو الفيرست ديريفيتيف بتاع الاس، فبنجيبه من الانكريز والديكريز. في الرسمه الاولى الفي بيحصل لها انكريز، يبقى الفي بتاعتي بوستيف. طب الاكسلريشن هو السكند ديريفيتيف بتاع الاس، وبالتالي بنجيبها من الكونفكستي، ده كونفكس داون يبقى الاي ايكوال بوستيف، وبالتالي دي تعتبر اكسلريتد موشن. هو عايز الإجابة الغلط. الرسمة الثانية الاس برضو بوستيف عشان فوق البوستيف دايركشن اوف اكس اكسس، ده بيزيد الكيرف بيزيد يبقى الفيلوستي بوستيف برضو. الكونفكس هنا كونفكس اب تبقى الاكسلريشن نيجاتيف. اذا الستيتمنت دي اللي هي بتقول ان الاف از الفيلوستي از نيجاتيف في البرتيك بتقول انا الشكلين يعتبر الفيلوستي بوستيف، وبالتالي الستيتمنت دي تعتبر هي الغلط، وبالتالي هنختارها هي لان هو عايز الاجابه الغلط. السؤال اللي بعده، نمبر
برضه بيتحرك على بلين كاينيتيك، الكوفيشن اوف كاينيتيك فريكشن 0.2، برضه بيتحرك 10 ثواني وبعد كده الفورس از سيزد، فابتدى يتحرك 50 متر لحد ما برضه بيتحرك من الريست، الفي انيشال بتاعته بزيرو، اتحرك تايم في الاول ايكوال 10 سكند، اتحرك كأنه بيتحرك من نقطة A من نقطة B. كان في فورس في الحالة دي وفي ميو ان، يعني الإيكويجن هنا F ماينس ميو ان ايكوال ام اي. من بين سي الفورس اتشالت فما بقاش فيه فورس، فبقت فيه ميو ان بس، يعني بقت نيجاتيف ميو ان ايكوال ام اي. هنا اتحرك مسافة 50 متر لحد ما ال في فاينال بقت ايكوال 0. هنبدأ من الحركة التانية، الميو معايا ب 0.2 والان هنا بتكون ايكوال الام جي ايكوال الام اي، الام هتتشال مع الام تبقى الاي ايكوال نيجاتيف 0.2 جي. معايا الاكسلريشن، معايا الفي فاينل ب 0، معايا الاس ب 50، اقدر اجيب الفي انيشال، في سكوير ايكوال في انيشال سكوير بلس 2 اي اس، يبقى ال v سكوير ب 0، ال v initial سكوير دي اللي احنا عايزين نجيبها، 2 a s هتبقى 2 تايم ال a اللي هي 0.2 في g اللي هي هتبقى 9.8 في ال s اللي هي تبقى equal 50. وبالتالي اقدر اجيب قيمة ال v initial، ال v initial هنا هتكون equal ادي 2 تايم 0.2 تايم 9.8 تايم 50 196، روت ال V initial هتطلع equal 40. ال V initial هنا هي ال V final هنا، فأنا معايا V initial هنا equal 0، V final بقت هي دي اللي هي بقت 14، معايا time equal 10 second، وبالتالي أقدر أجيب ال acceleration V equal V node plus ال A في T، ال V final 14، ال V initial 0، ال A في T node 10، ال A بقت equal 1.4. F minus mu n equal m a، F minus mu n mu 0.2 في ال m g equal m في a اللي هي 1.4. وبالتالي اقدر اجيب قيمة ال F بدلالة ال m طبعا، هتبقى equal 1.4 plus 0.2 في 9.8 هتطلع 3.36 ام. هو عايز الريشيو ما بين الفريكشن فورس اللي هي الميو ان والاف، الميو ان اللي هي 0.2 والان اللي هي ام جي على 3.36 ام، الام هتتشال مع الام وهطلع قيمه الريشيو اللي هو المفروض هيطلع 7.12. فاكيد الاجابه بتاعتي. السؤال اللي بعده 18، body to body متعلقين قصاد بعض، واحد ب 2 واحد 1. If the system move from rest and the greater mass stopped after 1 second، المفروض ان الاكسلريشن بتكون equal m2 minus m1 على m2 plus M1 في G، يعني هتطلع 1 على 3 G. ال V net كده كده بزيرو، هو بعد ثانية ال V بقت equal V node plus ال A في T، يعني ال V بقت equal 3 G. ده ال V final. After stop ال body ده حصل له stop، فالبادي ده هيبتدي يتحرك ب acceleration equal negative G. ال V initial هي ال V final اللي كانت هنا اللي هي saved G، هيفضل يتحرك لحد ما يقف under acceleration equal negative G، ف V final equal V initial plus ال A في T، ال V final 0، ال V initial 1 على 3 G minus ال acceleration هي G في T، ف T هتطلع equal 1 على 3. 1 على 3 ده لحد البادي ما يطلع فوق هنا ويقف، وبعد كده يرجع تاني
لحد ما الخيط ما يتشد في نفس الزمن اللي طلع فيه. اذا الزمن ده هيبقى زمن الصعود وزمن الهبوط كمان. اذا التوتال تايم عشان يحصل تنشن تاني ايكوال 1 على 3 في 2 هتبقى ايكوال 2 على 3. زمن الصعود ايكوال زمن الهبوط ما دام ما تغيرش حاجه في الفورسز اللي بتاثر على البادي. السؤال اللي بعده بيديني ريليشن علاقة ما بين ال x وال t وعايز يثبت حاجة من الحاجات دي x square equal t square plus 1. هعمل derivative 2x dx على dt equal 2t وال 1 هيتشال دي هتتشال تبقى x dx على dt اللي هي ال v equal t. هعمل power 2 x power 2 v power 2 equal t power 2 عشان اقدر اعوض عن قيمة t ب x باور 2 ماينس 1 من العلاقة دي t باور 2 equal x باور 2 ماينس 1 فتبقى x باور 2 في v باور 2 equal x باور 2 ماينس 1 تبقى v باور 2 equal x باور 2 ماينس 1 على x باور 2 تبقى v سكوير equal x باور 2 على x باور 2 1 1 على x باور 2. هنعمل derivative 2v dv على dx ال1 ده هيبقى بزيرو دي المفروض اللي هي x باور نيجاتيف 2 فنيجاتيف 2 هتنزل وتبقى x باور نيجاتيف 3 تقعد تتشال مع ال2. دي هي الاكسلريشن ايكوال 1 على x باور 3 او x باور نيجاتيف 3 مش كل الاجابه هتبقى هي الاجابه الاولى. السؤال اللي بعده بادي موجود على انكلايند بلين مديني ماس 1 ومديني ماس 2 وبيقول لي ان هيحصل موشن ام 1 سلايد الحاله الاولى ام 1 سلايد فالام 2 المفروض هتطلع لفوق. ام 1 سلايد يعني هنا ام 1 جي ساين ثيتا المفروض الكومبوننت لو انا هرسم الشكل بتاعي اهو البادي هنا بيبقى لي ام 1 جي ساين ثيتا دي هنا ام 2 جي ام 1 جي كوساين ثيتا دي هنا ام عكس اتجاه الحركه هتبقى ام و ام في هنا تنشن رابط على البادي والبادي التاني الناحيه التانيه في تنشن وفي هنا ام 2 جي. الاكويجن هتبقى اول اكويجن ام 1 جي ساين ثيتا ماينس تي ماينس النيو ام ايكوال ام 1 اي. الاكويجن الثانية هتبقى تي ماينس ام 2 جي ايكوال ام 2 اي ادينج التي هتتشال تبقى ام 1 جي ام 1 هو مديها لي ب 10 جي ساين ثيتا اقدر اجيبها من الترانجل اللي عندي الترانجل اللي عندي دي انجل ثيتا دي 4 ودي 3 فتبقى دي 5 ساين ثيتا هتبقى 4 على 5 كوساين ثيتا هتبقى ايكوال 3 على 5 10 في جي في ساين ثيتا اللي هي 4 على 5 ماينس ام 2 جي للام 2 اللي هي 10 الام 2 سوري اللي هي ايكوال 4 ام 2 equal 4 ميو اللي هي 1 على 3 ان اللي هي المفروض equal ام 1 اللي هي 10 في جي في كوزاين ثيتا اللي هي 3 على 5 الكلام ده equal ام 1 اي بلس ام 2 اي اللي هي هتطلع equal 14 اي مجموع الناس. طبعا اقدر اجيب قيمة الاكسلريشن من هنا ادي دي هتطلع 8g ماينس 4g دي هتطلع 2g equal 14a دول كده مع بعض هيبقى 2g equal 14a يبقى ال a بقت equal 2 على 14 اللي هي 1 على 7 دي قيمة الاكسلريشن دي في الحالة الأولى. بيقول بعد كده ضفنا ماس على البادي ده
عشان يغير من اتجاه حركته ده اللي ينزل. دي الحالة التانية، هنخلي بس معانا الـ A equal 1 على 7G وبعد كده نكمل الحالة التانية. الحالة التانية بقى ده بلس M وأنا معايا الـ A equal 1 على 7G، هيعكس كده الحركة وبالتالي هيبقى الـ M2 اللي هي المفروض equal 4 بلس M في G ماينس T equal 4 بلس M في الـ acceleration. البادي اللي على البلين هنا هتبقى T ماينس الميو N ماينس الـ M1 اللي هي 10 G ساين ثيتا equal 10 A. adding T تتشال طبعا، يبقى 4 بلس M في G ماينس الميو N الميو 1 على C، والـ N قلنا هتبقى 10 G كوساين ثيتا ماينس 10 G ساين ثيتا. الكلام ده equal 14 بلس الـ M في الـ acceleration اللي انا هعوض عنها 1 على 7 G. هشيل الـ G من كله، كل مسألة فيها G هتتشال، وبالتالي تطلع معايا equation واحدة فيها قيمة الـ M. هطلع قيمة الـ M، الـ M هتطلع تقريبا 9.3 او 9.1 على 3 اللي هي طبعا موجودة ما بين انا بقى بس هحل دول واطلع قيمة الـ M. السؤال اللي بعده بادي بيقع على سيستم واقف، السيستم ده واقف الـ V بتاعته بزيرو، بادي بيقع بـ V هو ساعة لحظة الإمباكت كانت V نوت ماشي، حصل إمباكت فابتدى السيستم يتحرك بـ V. ده حالة كوليجن ما بين بادي اللي بيقع من فوق دوت اللي هي قيمته M والسرعة بتاعته V نوت، وما بين سيستم كان بيتكون من تو ماسز M و M. السيستم دوت 2M الـ V بتاعته بـ 0 ده قبل الكوليجن إيكوال السيستم ده عمل بادي واحد بيتكون من 3M ويتحرك بسرعة واحدة اللي هو قال عليها إيكوال الـ V. إذن بقت M V نوت إيكوال 3M V، الـ M هتتشال وتبقى V نوت إيكوال 3V أو V إيكوال 3V نوت. اللي بعده مسألة علاقة F T فورس وتايم وعايز الإمبلس. طبعا الإمبلس مدام معايا رسمة هتبقى هي إيكوال الأريا. طيب الأريا بالنسبة لي جزئين، أريا بتاع الجزء ده اللي هو التراينجل هاف البيس في الهايت، يعني هتبقى هاف كي في الهايت اللي هو 2 كي، يعني هتطلع كي باور 2. ده الأريا الأولانية بلس الأريا التانية اللي هي بتاع الجزء دوت. فانا هجيب الاريا بتاع الريكتانجل كله، الريكتانجل كله المفروض اللينس بتاعه 14 والويتس بتاعه 2K، يعني هتبقى 2K في 14. ده الاريا بتاع الريكتانجل 2K في 14 يعني هيطلع equal 28K ماينس الاريا بتاع السيركل دي او السيمي سيركل دي. الريدياس المفروض equal 7، فالمفروض الاريا بتاع السيركل او السيمي سيركل بقت هاف باي ار باور 2، الار ب 7 والباي ب 22 على 7، يعني بقت ايكوال هاف في 22 على 7 في 7 باور 2. ال 7 هتتشال مع ال 7 تبقى دي بتطلع 77، يعني الاريا بتاع الجزء دوت بقى 28K ماينس 77. هو عايز الناتج ده كله يطلع equal 50، يعني بقت كي سكوير بلس 28 كي ماينس 77، وندخل معها ال 51 جوه تطلع 128 equal 0، فاقدر اطلع قيمة الكي، فالكي هتطلع equal 4 طبعا كلها بتطلع كي، فاقدر اطلع قيمة الكي وهاخد القيمة البسطة اللي موجودة عندي. السؤال اللي بعده بيت
بيتكلم على في اتنين بيحل مسألة body of mass half moving straight line، وبيتكلم على أنا حل من الاتنين المفروض يكون صح. عمر solution بيقول إن ال work equal m integrate v node ل v، فهنشوف الحل الأولاني ال work equal m integrate v dv، integrate v dv اللي هي المفروض half v square من v 0 لحد v 2، فالمفروض لما انا اعوض تبقى ال work equal m، ال half ممكن نطلعها بره، v square هتبقى v 2 square minus v 0 square الاعتماد على قانون اللي هو t minus t node equal work total، وبالتالي القانون اللي بيستخدمه عمر قانون صح اللي هو المفروض قانون t minus t node equal work total. اذا الحل بتاع عمر حل صحيح. طب حل ثالث f equal derivative، المفروض f equal derivative ال h ده في اصل قانون نيوتن الثاني، وال h هي ال m في ال v، فانا اقدر اعوض عن ال m في ال v، وبالتالي الجزء الاولاني جزء صح وبيستخدم اصل قانون نيوتن الثاني، بغض النظر عن الماس كونستانت او الماس فاريبل القانون ده ينفع في الحالتين. طب وبعد كده عمل ال work equal integrate f dx برضه من 0 ل 2، قيمه ال work في ال integrate f ds او f dx تنفع في اي حاجه سواء الفورس كانت كونستانت او الفورس فاريبل، وبالتالي برضه القانون الثاني اللي استخدموه قانون صح. اذا هما الاثنين استخدموا القانون صح، اذا الحلين اللي هما هيحلوهم هاي الاثنين هيحلوا حل ايه؟ حل مظبوط. السؤال اللي بعده 24 برضه مسألة على الاريا، البادي كام باك to zero، body come back to zero لما displacement equal zero. طب displacement equal zero امتى؟ يبقى انا لما تكون ال area equal zero، طب ال area اللي فوق ديت من zero ل 8 في height 2، يعني المفروض half time ال base اللي هي 8 time ال height اللي هي 2 تطلع equal 8. طب عشان تطلع displacement بزيرو يبقى انا عايز ال area اللي تحت هنا كمان تطلع negative 8. الاريا هاف البيس في الهايت هسمي دي ان، نفس المسألة اللي فاتت هسمي دي ان، هاف ان في ان المفروض تكون ايكوال 8، يعني ان في ان المفروض تكون ايكوال 16. ايه العلاقة ما بين الام والان؟ انجل هنا اسمها سيتا، تان سيتا ايكوال الاوبوزيت اللي هي 2 على الادجيسنت اللي هي 2، والناحية التانية تان سيتا ايكوال ان على ام، يعني الام المفروض تكون ايكوال الان، يعني لما اعوض بيها هنا تبقى m باور 2 equal 16، يعني ال m equal 4. ال m equal 4 يعني المسافة دي 4 من 8 لحد كام؟ يبقى من 8 لحد 12، إذا الإجابة بتاعتي equal 12. السؤال الأخير في الامتحان سؤال نمبر 25، مديني الفورس variable dx وعايز الـ change of continuity t minus t node المفروض equal الـ work total، والـ work total integrate f dx من x1 لـ x2. أنا معايا الـ 6x power 2 ده الـ force اللي هو بيتحرك بيها، بس معايا بيتحرك كمان على incline تبقى angle 60 تبقى cosine 60 ماشي من 2 لحد 3، اقدر احطها على الكالكوليتر. طبعا كوزين 6 بخوف فتبقى دي 3 اكس باور 2 من 2 ل 3، هتطلع دي اكس باور 3 من 2 ل 3، يعني هتطلع 27 ماينس 8، هتطلع الاجابه ايكوال 19. طبعا لو حطيناها على الكالكوليتر هتطلع الاجابه على طول. ده كده كان حل الامتحان التجريبي اللي احنا امتحناه في شهر 6، واللي عايز يرجع لاي مساله منه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.